محلى قدك محلى قدك ديما في العادة في محلى قدك نحكيو عن سي وموث تنسي. حبيت اليوم نعمل الاكسبسيون ونحكيو شوية على موث ألوان لبسة الرجال للعام هذا. في العادة أغلب الرجال ما يركزوش مع الألوان اللي يلبسوهم ويلبسو هيك حويجة مواتشتهم جديدة. والسلام عليكم. هو في الحقيقة فما برشة موديلات وبرشة ألوان كان ركزوا معهم شوية ونعرفوا فيه نسقوهم على بعضهم يعطيونا حاجة مزيانة برشة. أول الألوان اللي طالعة قوة في لبسة الرجال السنة هو اللون اللي لابسه وائل اليوم وهو الجري. يجي على الجين، يجي على النوار، يجي على الغوج بوردو، يجي على برشة ألوان ويكون مزيان برشة. وسيغطوه الحاجة البيه في الجري اللي هو يضوي اللي دجا أبيض ويضوي الأسماء دونك يحلى على صوص بحضاوي دي مويه ودي بحضاوي شعشيعي. فوالا. ثم زاد اللون الأخضر الفيغ كما نعرفوه هو من الألوان اللي تعمل غفلة حلوة على العينين مش دي ما يتجرؤوا الرجال ويلبسوا منه سيغتو. لكن ثبتوا في الفيغ ميتاغ ولا حتى في الفيغ جازون يحيي الوجه ويضوي ويحلى على الأبيض والأسمر اللي لابسوا وائل البارح. أي. أوبا. آخر لونه هو الأصفر اللي ما يلبسوا شوية الجملة. اسمعني كيفاش يقول قايل أني باش نبدل نقوم نبدل في الألوان نقوم نلبس الأصفر ما يجيش وما يواتينيش ونخاف وجنرالمون مانيش جريئين بالطريقة هذية باش نقوموا احنا نلبسوا الأصفر في الألوان. لكن الأصفر نقول لكم أني قطعة واحدة من الأصفر في الدباش متاعكم نجم تحضر في الفرق. باغ اكزومبل كرافات سبتة كلاس لونيت سولي أي حاجة ولو صغيرة في الأصفر تنجم تبدل المنظر واللوك كومبليتمون وتعمل أجو حلو برشا على لبستنا وتزيدنا من الأوريجيناليتي ويزيدنا من الكلاسيك. لازم كما قلت أنا تكونك أوزي شوية باش تلبس الأصفر. ما قوليش مثلا نحنا فيست ولا سروال ولا حاجة صغيرة حاجة صغيرة وجه أصفر. لا لا الكادر متاع لونيت هيك صفرة صفرة آه. لا اللي تحكي فيه والله صحيح والله وانا من أكد لكم جو كونفيرم جاي ما يجي برتاج زادا دونك حاولوا تجربوها كما قلت لكم الجري الاخضر بالتدرجات نتاعو الكل والاصفر مش بالضروره راهو والله هو الاصفر كلون احلو ديجا حلو برشا وطالع لكن الاصفر كما قلت لكم نجموا كان نتوما ما تتجرؤوش انكم تلبسوا الاصفر في فيست ولا في بلور ولا في سروال ولا في اي حاجه تنجموا تلبسوه كحويجه صغيره تزينوا بها كاكسسوار ولا ديك ساعه يا سناء فرحت بكم اليوم سناء اي فرحت الله فيها مشكورة نزيد نفرح بيكم شوف ركزت معك اليوم اليوم ركزت معك غدو شوف تحكينا إن شاء الله غدو شجيب الأصفر وإلا إن شاء الله شجي في تاكسي غدو شو تحب نحكي وانت غدو اللي تحب انت وانا نفهم ما نفهمش اللي تقول وانت مبروك تحب نحكي وزاد على رجالة نحكي وانا نفهم غدو إن شاء الله لقيت هذي محلى قدك في اسمه مزيان إن شاء الله لكم زين.